والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحن إن شاء الله تعالى وحكوما أنكت الماما يا صونك يا حكام تيس صونك فضل جيسة يا أبالك لقاها العيو نبي يعني عليه الصلاة والسلام آيات المامي ورسوله صلى الله عليه وسلم وحي لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك بشر رمضان قفك الصوم يساق الصوم آية إيمانا واحتسابا وحسونك ككلفة يا إيتاي إن سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى هو جانسن هو جانسن يهي garan garasho oo garanayo soonku inuu yahay waajib ilaahay subhanahu wa ta'ala oo saaray hadii uu soonka ka tagana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku ciqaabayo hadii uu la yimaadana ilaahay abaal balaaran uu ka siinayo isagoo saa u soomaya iimaanan marka iimaanan taasi waxa weyn inuu rumaysan yahay bisha ramadaan waajibnimadeeda ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku faraleeyay qofkan oo ku waajib yeelay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku adoonsaday hadii uu gudan waayo oo soonka uu la iman waayana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku ciqaabayo واحتسابا إلهي سبحانه وتعالى درتينا وأفحرنا يا وصامي قفكم مركا هدي أو بشار رمضان يا بركيسا أو صامه مساقو قرانا يا صون كاسي واجبني مديسة إلهي سبحانه وتعالى إنه صاري واجب إلهي وصاري وقلين أيوه إسلام كان إلهي درتي يعني وصامي نبي محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وحي وريا كدعي إلهي سبحانه وتعالى وكاستوريا وحي وريا كدعي إلهي وكاستوريا een soonka waxa ugu filan fadli ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu si gaar ah soonka u sheegtay iyadoo amaasho dhanba ilaahi subhanahu wa ta'ala dirtii loo sameeyo oo ilaahi lagu caabudayo haddii ay salaad tahay iyo haddii xaj tahay iyo haddii zakat tahay iyo haddii amal kale tahayba iyo haddii sadaqa tahayba qofku ilaahi buu ugu dhawaanayaa oo ilaahi baa abaal kaga rabaa cid kale in loo sameeyaana ma banaano وعمل كوحة شرط يا إن إلهي درتي لا قبطه وإلهي لا عبده يو صان كإلهي سبحانه وتعالى سجار وعماش وقصر يا بي ووحي لي إلا صيام فإنه لي وأنا أجزي به صان كأنا له أنا قف كعبة المرينة يا أبو ربي سبحانه وتعالى صان كسجار يا إلهي سبحانه وتعالى أو قصر يا بي عماشي أبال كإلهي وقف كمركا صائم كأكو أبال مرينا يو وأبال إلهي ونا ويقانوي وإلهي سبحانه وتعالى وقرنا يو نبي صلى الله عليه وسلم بشر رمضان بركيسان مركا إبلاطه وكو بشاو بشارين شري صحابتنا وكو بشارين شري مسلمين تقود هم بكو بشارين شري وحن نبي قرين شري صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنان وتفتح وتغلق فيه أبواب الجحيم. وحنا بيقولين جري صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان يا بركة سنيد أي أي نوت تمد يعني وحي نوت بلا طيب بشهر رمضان وبشارة ونبي قال كل بشارين يا صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان ما لنت يدينا صومتان أي إلهي سبحانه وتعالى أن يغفر لي يلي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان فضل قائلة هاي وحن النبي يقول صلى الله عليه وسلم تفتح فيه أبواب الجنان الباب بدأ جنة الله بلقا بشهر رمضان دحديدة الباب بدأ جنة الله بلقا يا وتغلق فيه أبواب الجحيم جحيم الباب بدأ أنا ولا حريا معنا نار تنا ولا حريا الباب بدأ نار تنا ولا حريا الباب بدأ جنة أنا ولا بلقا يا وحلو بلقا يا مركا ذاتك سائمين تها إلهي درتي أوف حدي يا وحي جعلين يا شهواتك يا وحي جعلين إلهي درتي وداي أي الله بلقى يا مركا إن جنة الله بلقى يا صون كمركا فضل يسوع هذه آد بو بلاري قف كبشر رمضان جارة يا إلهي سبحانه وتعالى بشر رمضان أو أن حريصا وايو إلهي قدام يدافي وايو وقف هو جي قف كاسي والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم من حرم خيرها فقد حرم قف كبشر رمضان خير كذا اللي هو جي وقف هو جي بالنبي صلى الله عليه وسلم قف كاسي قف هو جي ويان نبي صلى الله عليه وسلم قال ما علم كم إذا عيون من بركة فولي مركز مصدح جاري لي آمين 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 مركز صحابة رضوان الله عليهم أي واحد عند رسول الله
منبر كمركي عضو بحثي صدح جير آيات ريامين نبي صلى الله عليه وسلم وحيرها صدح ذا جير وح كم ذا نبي صلى الله عليه وسلم وحيري ملك جبريل با وحيري قفك بشر هبضان سو قارع وإلهي سبحانه وتعالى أودن بدافي وايو وبشان حريستي ذا إيا بركة ذا إيا خير كذا كقيب قلي وايا وإلهي سبحانه وتعالى أودن بدافي وايو قفك إلهي نار تاكف ويو آمين دي نبي محمد ونبي صلى الله عليه وسلم أنا يقول أوحى نري آمين بانري آمين أيان يريب النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر ينا بشر رمضان بركة سن إلهي إن قد ترى كوا إلهي سبحانه وتعالى أن حريستي ورب سبحانه وتعالى نار أو كحري إلهي وحوي دي سنين سبحانه وتعالى بشر رمضان أعماش الله قبنا يه إلهي سبحانه وتعالى إنه نكرسيه إن صانكو بشر رمضان إلهي وحن قد أن صدقنا صانه وصدنا معلومات صدنا كام معلومات أما سقال يلا عتن كام معلومات إلهي وحينا وأدون صدى إنا صنو إلهي وحينا فمن شهيد منكم الشهرة فليصومه قفك بشهر رمضان حاضرة ووحض الدار الهين حصى ومور بلي سبحانه وتعالى مركا صنك إيا حكان تيسا إنا وحكات المانو سي صنك إني أغنوغو هقاقو وصن ونكسن وشروط تيسي إيا أركان تيسي يويحا أوباهنا وطاعنو صنو إلهينا سبحانه وتعالى إنا قاقبله والله قام مرمان مركا إنا نحكيان تيسي حكوه قانو صنكو الصوم وكلمة عربية كلمة داني لغاهان وحويان حق اللغة العربية والإمساك مطلق الإمساك قفكو إنو أفايستو حطيا ومركا قفكو آموصو هذا الكا آموصو وحالوران يا صام عن الكلام هذا الكيبو كصومي هذا أو قفكو مثلاً عنتها كصومه مبيها كصومه وحيل عنا يكصومه وحلورنا يقف كاسي وصومه عنتها بكصومه لورنا حق اللغة هان مركا وألمساك وتيلا هيد مركا مريم بنت عمران إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وحنا الله الرحمن كا يقول نذري بيتري صوم بان يقول نذري إنا نفحده معنا عدنا إنا لهذا مركا صونك اي شيغيسي waxa weey inaan cidna la hadal inni nadartu lir rahmani sawman yani afka waxan ka xidhabay tiri inaan cid ba la hadlo marka sawmku xaga luqada luqahan waxa weey macna xaga luqada carabiga wa afaysi wa qof ka afka xidha ama cunta afka ka xidho ama hadalka afka een ka xidhe laakiin xaga sharciiga macnuhu waxyaabo ka kulmaya oo macnaha xaga luqada هي معناها شرعي وحبي وذاقيان وحيابنا وكل دوين صانك وحل إرادة شرعي هان شرعي هان صانك وحل إرادة إمساك مخصوص إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة لشخص مخصوص بالشرائد مخصوصة وحوي إمساك مخصوص وأفايس قارة معناها أفايس يو كستماها وصان حاجة شرعية لو ما يقانو مركو قفكو آموسو ومثلا هذا الكدايو صان ماها حاجة شرعية هذا صان ماها مركو إمساك قارة وح قارة لقا أفايسانية ماها مطلق الصوم ماها إلا أن حاجة لغضة وحوها صوم مطلق الصوم بوها أفايس يوردن قفكو وح كستو أفكا كحدو أي صان لوريني لكن حاجة شرعية ماها وإمساك مخصوص وإمساك وأفايس قارة معناها وح قارة لقاء فايسانية في زمن مخصوص وقت قارة والله فايسانية يو دي بشهر رمضان بركيسان أيال الرواقفك إنو إنو أفكي إنو حدو ووحي به لقاء ريبه ليدي صون كاقو يبرينيان إنو قفك مركا أو كصومو مركا وقت قارة وقفك صومية عن أشياء مخصوصة أشياء قارنة وكصومية أشياء ذا وكصومية وحيابها صون كبرية وحيابي صون كبرين يي أيو قفك كصومية عدة صومية سنة قفك استمى هنا وقف قارة وقفك سوا محي وقفك شروطة صونك أو كو واجبيه لقاه لي وقفك استمى صونك كما واجبيه ضدب كو واجبيه مركا عدة شروطة لقاه لي سيدا شيء دونه أيو صونك كو واجبيه بشروط مخصوصة
شروط النصوص شروط قارة وشروط صونكا وي وقول مركا قفك صون كيسي أو كو أصحي صونكا أما بش رمضان إلا صوما وحوين وواجب إلهي سبحانه وتعالى بين واجبي إلهي وحلي يا أيها الذين إلهي وحلي سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كو إيمانك لك هلي كو إلهي رسولك سرميو كتب عليكم الصيام صوم بالين واجبي كما كتب على الذين من قبلكم سيدي دتك إذن كان نيجو هرية بصوم كلو واجبي أي إذن كان لين نيجو واجبي marka waxa la leeyahay soonka waajibnimadiisu ma aha mid ummadan uu ku gaara ee ilaahi subhanahu wa ta'ala ummadahi horana ilaahi subhanahu wa ta'ala soonka uu ku waajibiyay marka waa cibaado markaas oo jireen ah oo ummadahi hore ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku waajibiyay anbiyaadi nabiga naxali salaatu wa salaam ka horeeyay ay ummadahoodii u la yimaadeen kama kutiba ala alladina min qablikum marka ma aha la leeyahay cibaado cusub ma aha la'allakum tattaqun حكمة إلهي سبحانه وتعالى وصونك إنه هو واجبي وحويان إن إلهي لك عبصده مركز صونك ومدرسة التقوى عبصد إلهي ماشي لقبرنا يوي من قفك إلهي كحرمه إلهي كليا كعبصده إلهي سكول ديبه في السر والعلن يعسمه قطع يسقر صون بين إلهي سبحانه وتعالى قفك وقبقه وحكى لو دليل نبي أنه عليه الصلاة والسلام يحيري بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وصوم رمضان وأركان شنطة هيد أركان شنطة شنطة ركني إلهي سبحانه وتعالى أدوم هذا أو كوه أجبيي إيوين أي الصوم كمدي وركني أركان الإسلام كمدي ومضنا وحا يسكر عند من إن صومك يهي فرل أو يهي واجب لقد صوم نقل عدنا أهل العلم كم إذا إلى إذا أدين صومك بشر بعدين صوم كيدو وصنع ما هو مستحب مركا وإجماع واجب نبي هذا مركا صومك كتاب كي قرآن كها باي نوت المامي سنة دي باي نوت المانتي إجماع ومضى آيات المامي إنه ومضى دمان تيد بس كل رعسان تاي صومك إنه يهي واجب بشر بعدين بركيسن وحلا فرل يلي صوم كده سنة دي لباد هجرة ده شعبان مش لباد أيام لفرع لين يعني. تام عنا دو حوي نبي جانو صلى الله عليه وسلم وح صومي سجال صوم بو صومي سجال أيو نبي صومي صلى الله عليه وسلم وأيو نبي صلى الله عليه وسلم وح دنت ربيع الأول ربيع الأول سنة دي كوبية تمنادي هجرة ده ربيع الأول marka 9 sano soomay nabiga sallallahu alayhi wasallam soonku wuxuu kala baxay guud ahaan labo soon farala oo waajiba iyo soon sunnah waxaan ka hadlaynaa waa soonki waajibka ah haddana soonka waajibkihi wuxuu sii kala baxayaa saddex buu kala baxayaa soonka waajibki waa saddex mid waxa weeyaan waa soonka bisha Ramadaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu waajibiyay sanad kasta inaan bisha soono سنة كستا إن بشا صونو أي إله سبحانه وتعالى إن هو واجبي فمن شهد منكم شهرا فليصومه صون كلا بعد نوح ويان وصون واجبة لكن لعلة علة در تيد بواجب النقضي معناها صون قف كسا سارا ماها صون وقت قارة دتك اللي هو واجبيين ماها وصون علة كانت واجبين مديسة وصون كفارة وصون كاللي هو كفارة قتوي كفارة نوع عيدون تان نقطة أما كفارة اليمين هن نقطة أما تي مثلا قتل يدلك إن هن نقطة صنك كفارة جدك وواجب لكن إلا كان تي وكف وحوله كفارة جدنيا صنك صد هذا واجب كي وحويان وصن قفك إسكو واجبي إلهي كم واجب لكن سجى إسكو واجبي وصن كي نذر كهوي هدي أوقفك كل نذر صن صون كاد إلهي سبحانه وتعالى كم واجبينه إسجى إسكو واجبي هدي أقول هذا مثلا هدو إلهي عافية إلهي يوحي يقول لي هاي إنا صومه صدح مع الموت إنا صومه ده صدح ده مع الموت وواجبين الصومه وأنا نذر مركا صونكو وحويان وصدح ذا قيبودوي كان كان لنا مركا وصونكي
بشه رمضان ايه بركيسن بركيسنيد ايه سنوي جهوي وصون كي سنوي جي وقفك اللي جرب ايه هدي او سو جارو بشه رمضان او انو صامه فمن شهيد منكم شهره فليسمه وتسوي صام كوح ليه هي مراتب وصام رسام كمرك صام كان كان لين ايه مراتب تلي وصام كبشه رمضان مراتب صدح وصام ري صدح مرتبة يصومري مرتبة أقوى الرئيس وحي هيد في بداية الإسلام الإسلام كبيل وقيسي بشهر رمضان سون كيدو وهو اختيار قف كيد دونانا وصومي كيد دونانا فيديو بحيني مركا وهو ها اختيار بوها إن صونتو يينت فيديو بحيسو لابد أبد مركا خيار ولا هيد مرتبة لابد وحي هيد سون كوال واجبي لكن waxa shardi aha qofku markuu maalintii oodan soo soomanaado marka ay qorraxdu dhacdo hadii uu wax cuni waayo oo isagoona wax cunin aw seexdo ama isagoona wax cunin aw cishaayigi tukado waxa haaraanka aha inuu dib wax cuno ama wax u cabo ama reerkiisa u dhawaado ayaa haaraanka ahayd ilaa iyo habeenka kale uu galayo macnaha macna dalika maanta oodan soo soomanaa caawo dhana oo soomananaya bari oo dhana oo soomananaya habeenka kale markuu galo ay qorraxdu ay dhacdo ka hor wax ma cunayo marka maxaa shardi aha marka qorraxdu dhacdo oo waqtigii afur ku gaaro intuuna seexanin qofku ama cishaayga aan la tukan inuu qofku wax cuno laakiin hadii uu seexdo ama cishaayga la tukado cuntada iyo cabitaanka iyo xaaskiisu waa haraam bay ka ahayd arintaas waxay noo cadeynayeen saxaabigii la oran jiray Bara ibn Aazib ayaa wuxuu yiri kana ashaabu nabiga sallallahu alayhi wasallam kana ashaabu muhammadin sallallahu alayhi wasallam idha kana rajulu saiman waxay ahaayeen buu leeyahay saxaabadu marka uu qofku midalan ninku uu soomana maanta uu soo soomana oo waqtiga iftaarka uu gaaro oo uu seexdo qabla an yuftira لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي هبين كاسو دن وحما عنين مالين تاس وحما عنين ومالين تدسون كي كلو سي صوميا إلا أو قلبا يستو معناها قرح مالين تكلا قرح ذا يدعضو مركا سحابي لورنج لقيس ابن الصرمة وأنساريها أيا مالين تودن سو صومنا وصو مالين تي وصومنا كد ابن وقت يأفركي أيو حاسكي سويني markaas baa wuxuu yiri wax la cunama haysa bimaana afur ma haysa waxay tiri maya ma hayo laakiin waan bixiyo tii afur baan soo raadinay bay tiri marka maalintii oo dhan uu shaqeynayay kadibna hurdadii baa la tagtay uu seexday macnaha waxa weyn uu lolooday oo uu gamay haweenaydiisii baa soo noqotay isagoo gamaysan markay aragtay bay waxay tiri khaybatan laka هوغي ما تسيحتي معناه وي اوكتهي مر هادو سيحدي ان واحد دنبو عونيا ينجرين الا اي ما انت دنبا اي قرح دو دعضو ما هبين كي مر كاسي دي بوها ما انت دنبو هادانا صومي مركو ما انت صومي ما لن بركي اي مر ايسو ايو مير دبول مي قدمنا رنتي بان نبي صلى الله عليه وسلم الله شاكي waxa soo degtay marka aayadan uhil lakum laylata siyamin rafathu ila nisaikum ila qawli jalla wa ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad aayadaha ba soo degay wa marka ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku banaynayo inay wax iska cunaan habeenki waxna iska cabaan xaasaskooduna ay u baahay u banaantahay marka xaasaskooduna een aw u banaayay wixii ka reebana ayaa loo baneeyay habeenkii oo shardiga ku xidhnaay ahaa qofku hadii uu seexdo intuuna afurin uu seexdo ama isagoona weli afurin cishaayigii la tukado inuuna dib dambaysa cunto u cunayn biyana u cabaynin xaaskiisana u dhawaanayn tiiba markaa ayaa loo baneeyay wuxuu leeyahay markaa saxaabigani fafarixu biha faraxan shadiidan aad bay u farxeen saxaabadu ridwanullahi calayhim waayo culays badan ayay dareemayeen martabada saddexaad waxa weeyaan ee song waa martabada een songku aw ku sugnaaday oo waa maxay in la soomo oo qofka songkiisa aw ka bilaabmo
من طلوع الفجر واجو مركا او طلاعه الا انت قرحتو كدعيسو وقفكو هبنكي وحو عنايا وحو عبايا وحيابها مباحة اي حلاشة ان اي قفك مركا او بناناتو مركا صونكو صدح ده مرتبة اي صومالي مرتبة دي وقوه الرئيسي اسلام كبيل وقيسي وقوها يعني خيار وها قفك دونانا وفريي كي دونانا وفيديا بحيني اي مرتبة دي لباد وواجب وها لكن شرطه او كحرنا وشرطه كحرنا وها قفك مركا او galabaysto ama ay qorraxdu ay dhacdo waqtiga iftaarku uu gaaro haduu afuri waayo ama cishaayga la tukado inuu habeenkaas oo dhan oo soomaananayo wax dambe aanu cunaynin maalinta dambe oo soomaananayo ilaa qorraxdu ay ka dhacayso marxalada saddexaadna waa marxaladan waxa weeyaan until maanay soonku ayuu ku waajibayaa soonku wuxuu ku waajibayaa cida shuruudan laga helay waa maxay waa qof kasto muslima oo aaqila وعافمات قبا ومقيمة معناها النجي وأنا مسافر هين هوين هديت هاي وين الظاهر كت هاي مركا حيتك يا النفاسك وين الظاهر كت مركا أنت وشردي ولا شردي هي إنه يقف مسلمة وبالغة وعاقلة وعافمات قبا وأنا مسافر هين ومقيمة وعشان شردي هوين هذه شردي الحد ولا ودر يا واه كان إنا الدهارة قفتو شنتها شردي عدة لقى هلو شروط ده أنشأنا عدة لقى هلو لما اللي حدا شردي هيا سونكو أو كو واجبية سونكو أو كو واجبية معناها هذا المسلم نري تقف كأنا مسلم يكون واجبين بالغ هذا نري علم يرى سبيجة ها كم واجبين عاقل هذا نري قف كي ما نكيس يمير كيس أو ندرنا يكون واجبين هذا صحيح نري قف كي حنون سنة يي وحنون كأدقة وهي وحوب بنانين وافره لكن وقلينا يا قفكي مسافر كها مقيم هذا مسافر كيس واجب كما هي وفرة يا وحوب أن ننسك أفره لكن سنا وقلينا يا هؤلاء دي مثلا حائضة دي إعادة لها إذا من ديك دل ماذا لها يدنا ما صوم يصو وما بنا إيه صوتو لكن صوم كوي قلينا يسا صوم كوي قلينا يسا مركا انت اسمعني القضاء إن شاء الله تعالى مصورنا